طالبنا واحدة، وإحنا ما منصير طبعا وراء أحد زي ما دائما بيتهمونا بقولوا في أجندات خارجية، إحنا منصير وراء مطالبنا إحنا، مطالبنا معروفة. وفي البداية يعني بالإدراب السابق تدخلت عدة مؤسسات وقدموا المبادرة اللي كانت للأسف الشديد تبين إنه الحكومة وضعت إضافة عبارة، وهون كان طبعا هذا غش، وللأسف الشديد إنه يصدر هذا الحكي من الحكومة إنه يضيفوا عند توفر الإمكانات أو الإمكانيات، هم أصلا لو يجوا على معلم غش أو عمل أي عمل خارج النطاق إيش بيعملوا له، العقوبات اللي بيتعرض لها المعلم. إحنا مطالبنا طبعا كلنا واحدة، برد بأكد إحنا ما منسير وراء أجندات أو وراء حد معين زي ما بقولوا هم، بقولوا إنكم بتسيروا وراء حد خفي، لا إحنا منسير وراء مطالبنا فقط، مطالبنا عادي لو نتمنى إنه بس تحقيق المطالب، مش دائما نضل نكرر هذا الإضراب كل سنة، لأنه كل سنة عم تتكرر الوضع. هاي السنة بنتمنى إنه يكون حاسم، وإحنا على موقفنا وإن شاء الله بنتمنى التبات من كل الزملاء، وما حدش بيصير وراء الثاني، إحنا كلنا ورا مطالبنا. برد بأكد كمان مرة، مطالبنا هي اللي بتسيرنا.